وزراء امبارح كان في مؤتمر صحفي، رئيس مجلس الوزراء كان في بعض التصريحات وبعض القرارات وبعض التوضيحات كده للامور اللي بتتم دلوقتي وحاله الاقتصاد المصري ومتوقع ايه في الفتره القادمه في ظل التحديات المحيطه بالعالم كله. امبارح اعلن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدء تنفيذ حزمه الحمايه الاجتماعيه الاستثنائيه اللي وجه رئيس الجمهوريه بها بعد انهاء كافه الاعمال اللوجستيه، ويتم بدء التطبيق الفعلي على الارض اول سبتمبر. اضاف ايضا رئيس مجلس الوزراء ان معدل النمو ارتفع بنسبه 6.6% خلال العام المالي الماضي، وده مدفوع بطفره النمو المحققه في الشهور التسعه الاولى من العام بواقع 7.8%.